حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. يمن مونيتور: الموت يغيب أما كان آخر أحلامها رؤية ابنها المعتقل لدى الحوثيين. تقرير لموقع عدن الغد حول تكاثر شجرة في شبوة لا يحبها المزارعون. محكمة في مصر تقضي بالسجن 5 سنوات على معارض توفي قبل 3 أشهر. بي بي سي تتحدث عن أكثر ما يخشاه حراس الأسلحة النووية في بريطانيا. أهلا بكم. الخبر الذي تصدر المواقع الإخبارية اليمنية عن وفاة أم أحد المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي وعدم تمكنها من رؤية ولدها المعتقل منذ 2 عامين. وقال موقع يمن مونيتور: الموت يغيب أما صادر الحوثيون حلمها برؤية ولدها المختطف منذ 2 عامين. وقالت التفاصيل: غيب الموت والدة المختطف في سجن هبرة لدى جماعة الحوثي المسلحة بالعاصمة صنعاء منصور العدني، وهي تتمنى رؤيته منذ اختطافه. وذكرت رابطة أمهات المختطفين في بيان نعي والدة العدني أنها تمنت وهي على فراش المرض رؤية ولدها، لكن الحوثيين منعوا عنه زيارتها وأتاها الأجل وهي مكلومة عليه. وكانت عائلة العدني قد تقدمت بطلب لجماعة الحوثي للموافقة على حضوره تشييع جنازة والدته وتوديعها الوداع الأخير، لكن دون جدوى تم رفض الطلب. ما الذي يجري في سواحل اليمن؟ يقول وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن جهات دولية تقوم بالاصطياد غير المشروع في السواحل اليمنية. وفقا لموقع الموقع بوست، فقد طلب الوزير من الدول المطلة على المحيط الهندي دعم اليمن بوسائل صيد الأسماك والزراعة المائية والاستزراع البحري، مشيرا إلى أن هناك مساحات صالحة للاستزراع السمكي في كثير من سواحل اليمن. وأضاف كفاين في كلمة له ضمن الاجتماع الوزاري الثاني للاقتصاد الأزرق: نسعى في اليمن لتعزيز الصناعات السمكية التصديرية، ومن ذلك تعزيز منتجي تونة الغويزي في حضرموت. في الذكرى الثانية لانطلاق بث قناة بلقيس، يستمر الكتاب والصحفيون في رصد وتتبع خطوات بلقيس في طريقها الطويل. وقد كتب عامر الدميني مقالا في موقع الموقع بوست قال في أجزاء منه: جاءت بلقيس لتواكب اللحظات التاريخية بأسلوب جديد يرتقي بوعي المشاهد اليمني ويقدم اليمن بصورتها الواضحة للمشاهد الخارجي من مختلف الزوايا ومن كل ربوع اليمن. ورغم حداثة ظهورها، فقد تمكنت القناة خلال فترة وجيزة من تربع المرتبة الأولى في الإعلام اليمني الفضائي، فكسبت ثقة المشاهد ولفتت انتباه الجمهور وباتت محط اهتمام المتابعين ونخبة المجتمع على حد سواء. ولن أبالغ إذا قلت إن بلقيس تعد الوجهة المفضلة لدى كثير من الإعلاميين الراغبين بالعمل التلفزيوني، ولم يكن لها أن تحقق ذلك لولا الجهد الكبير الذي يبذله طاقمها والأفق الواسع الذي تمتاز به إدارتها وخبرتها الطويلة في المجال الإعلامي، إضافة للهدف الواضح الذي تسير عليه القناة والخط العريض الذي اختارته لنفسها منذ الثانية الأولى لانطلاقها. استطاعت القناة أن تستقطب الكوادر الإعلامية من مختلف التوجهات السياسية ومن كل الأرض اليمنية، وشكل الجميع طاقماً مميزاً كانت نتيجته المخرجات التي أطلت بها الشاشة وما زالت بمختلف البرامج المتنوعة وساعات البث المستمرة. فبلقيس اليوم ليست محط اهتمام المواطن العادي، بل هي الشاشة الأولى للنخبة اليمنية والمتابع الخارجي المهتم بالشأن اليمني، وكل ذلك يعود إلى تحررها من قيود الانتماء السياسي وتمردها على المألوف المعتاد في الإعلام المحلي وكسرها لجمود الأداء ورتابة العمل التي أصابت نظيراتها من القنوات اليمنية. ناقش موقع المشاهد نت أوضاع التعليم الجديد في محافظة مأرب، وقال الموقع إن نظام الحكم السابق
اعتاد تهميش المدن وببراعة أجاد نشر الجهل وعمل على حرمان المجتمع اليمني من التعليم الجيد والخدمات العامة. ولم تكن محافظة مأرب الواقعة شرق العاصمة اليمنية صنعاء المحافظة الوحيدة التي تعرضت للتهميش، وقال الموقع إن نظام المخلوع اكتفى بعمل كلية صغيرة بلا مبان ومعامل، لكن الحكومة الشرعية افتتحت رسميا جامعة إقليم سبأ، وهو ما ظهر آثاره بشكل متسارع، حيث شهدت إحصائيات التعليم في مأرب زيادة ملحوظة بعدد الملتحقين. وينقل الموقع رأي إحدى طالبات الجامعة والتي قالت: التعليم هذا العام أفضل من السابق، أشياء كثيرة تغيرت وتطورت حيث توفر كادر ومعامل وبيئة تعليمية جيدة. يتابع الموقع: تشهد مأرب ازدهارا تنمويا يدعو للفخر، وتنتظر البدء بمشروع بناء كليات جديدة لجامعاتها، لكن البطء في المعاملات ما يزال يؤخر الصبح عن أجيال مأرب التي تحلم بمستقبل مشرق. فمن بين 30 قناة يمنية لا أشاهد إلا نشرة قناة بلقيس، هكذا يكتب محمد الصلاحي في مقال عن مرور عامين على انطلاق قناة بلقيس. بعد مرور عامين على انطلاقها، تتربع قناة بلقيس عرش القنوات اليمنية، وباتت تتصدر قائمة القنوات في منازل أغلب اليمنيين وأنا أولهم. فمن بين 30 قناة يمنية لا أشاهد إلا نشرة أخبار قناة بلقيس وكذلك برامجها، وكلما تسمرت أمام شاشة التلفاز وأخذت جهاز التحكم فأول قناة أختارها هي بلقيس. خلال عامين غزت بلقيس متسلحة بشبكة مراسليها وطاقمها المتدرب كل مناطق البيت ووصلت إلى كل منزل. خلال عامين تميزت بلقيس ببرامجها، بكوادرها، بإداراتها، بمهنيتها، بإنسانيتها، بسبقها الصحفي، بتقنيتها. في الوقت الذي عملت الوسائل الإعلامية اليمنية على تجريف الحقيقة خدمة للتوجهات السياسية والحزبية وأطراف الصراع في اليمن، اختارت بلقيس لنفسها أن تكون صوت المواطن المكلوم وعين المواطن على الحقيقة، وأعادت للمواطن اليمني ثقته بالإعلام بعد أن سخرت ما سوى بلقيس من القنوات جهودها للتمجيد والتطبيل والتأليه وصب زيت الفتنة على نار الحرب. نجحت بلقيس في تصدر اهتمام المواطن اليمني لا لشيء، فقط لأنها التزمت بقواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، والتزمت الحياد والنزاهة والدقة والموضوعية في تناولاتها للأحداث سواء السياسية أو العسكرية أو الإنسانية، وحملت على عاتقها مسؤولية إيصال الحقيقة للمشاهدين، وأدركت أهمية الاقتراب أكثر من الناس وجس نبض الشارع ونقل مشاكله. يحذر موقع عدن الغد في تقرير خاص مما أسماه موت الزراعة في رضوم التابعة لمحافظة شبوة، وقال الموقع: إن المديرية التي يعتمد أهلها على الزراعة وتعتبر مصدر دخلهم الوحيد تواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى موت المحاصيل. من الأسباب التي أدت إلى تدهور الزراعة في مديرية رضوم هي عدم توفر السيولة النقدية لدى المزارعين لتوفير الاحتياجات اللازمة لنجاح الموسم الزراعي، وتهالك المضخات وانقطاع الماء، وكذلك وجود الحشرات الضارة وعدم توفر مبيدات حشرية للقضاء على الآفات الزراعية. ومن بين الأسباب التي أوردها الموقع شجرة لا يحبها المزارعون، حيث تتكاثر أشجار السيسبان التي تعتبر أشجارا ضارة تؤدي إلى موت المحاصيل الزراعية والتي يعجز المزارعون عن مواجهتها. في بلقيس القناة تاريخ مبتدأه ثورة فبراير ومنتهاه استعظام اللحظة وكينونة الفرد وحريته كرأس مال ثقافي ينافس في عالم القيم والجمال، وبورصة الاستهلاك اليومي والاستهلال المميت. هكذا بدأ سليم الجلال مقاله عن بلقيس. كان الإبداع صوتا وصورة حيث تحرره من وهم الجهة والميلاد، فقد جاءت لتوصل رسالة أناس كانوا في الهامش، فانتقلت هي بهم ومعهم إلى القلب، فصار الإعلام ينبض بحماسة الشباب وتدفق العطاء، كبر الجميع من خلالها، فأضحت محل إكبار وإعزاز طيف واسع نخبوي وشعبي معا، وهنا يكمن النجاح. لم تكتفي بأن تكون مجرد وسيط كما هو الإعلام شكلا ومضمونا ونوعا ومستوى، بل تعدته إلى ما هو أشمل وأعمق، حيث احتراف الصنعة واصطناع الاحتراف
فتعاظم شأنها في ظل تقاصر كل أعداء الحرية وعبدة الأفراد. اتسع المجال لأصوات البؤس أن تصدح في ظل إعلام مرفه ورث، فارتفع سهم بلقيس فكرة، إدارة، برنامجا، مراسلا، مهندسا، فنيا، مذيعا، معدا، مخرجا، فسالت أودية بنهر الجذب، فتولد إيقاع تمسك بلقيس القناة بزمام أمره، ومعنى التأريخ كما هو مرصع بجبين اسمها وعيون منشئيها يرنو إلى عين المستقبل، بل ويحدوها الأمل والإرادة بإتيانه المستقبل وإقامة البنيان كلحظة التأسيس المجترحة عام 2011 ومأسستها معا، فكانت بلقيس. إلى موقع الاشتراك نت، والذي تحدث عن واحدة من الجرائم التي تحدث في المناطق النائية، وقال الموقع: الميليشيات تقتل رجلا وزوجته بتفجير عبوة ناسفة في حزم العدين. وقال الموقع: إن ميليشيات صالح والحوثي قتلت مدنيين اثنين في مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد. مراسل الاشتراك نت ذكر عن مصادر محلية قولها إن الميليشيات زرعت عبوة ناسفة في مزرعة المواطن مهدي مرشد الشعوري في قرية الطرف بمنطقة الشعاور في الحزم، وأوضحت أن الميليشيات فجرت العبوة عن بعد أثناء مرور المواطن وزوجته في المزرعة، ما أدى إلى وفاته على الفور، ولحقته زوجته بعد ساعات متأثرة بجراحها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة العربي الجديد إن مؤتمر المانحين الدوليين الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض بهدف إعادة إعمار اليمن يدرك ضعف المساعدات التي وعدت بها دول ومنظمات لهذا الغرض على مدار العامين الماضيين. وقد أعلن المؤتمر عن تخصيص 15 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار اليمن والتعافي الاقتصادي، على أن يبدأ التنفيذ في المناطق المحررة التي تخضع لسلطات الحكومة الشرعية، بينما يظل موقف إعادة إعمار المدن التي يسيطر عليها الحوثيون غامضا لحين زوال الانقلاب. وقالت مصادر يمنية مطلعة: عمليات إعادة الإعمار ستبدأ من العاصمة المؤقتة عدن قبل أن تمتد إلى باقي المناطق المحررة. خبراء اقتصاد في مقابلات مع العربي الجديد قدروا تكلفة الإعمار والتعافي الاقتصادي باليمن بخمسين مليار دولار، مشيرين إلى أن اليمن يحتاج إلى 10 سنوات لمعالجة آثار الحرب. أما صحيفة الاتحاد قالت إن ميليشيا الحوثي والمخلوع نهبت مرتبات عمال وموظفي قطاع البلدية والبيئة في صنعاء، ما تسبب في خلق إضراب شامل وتكدس كميات النفايات في المدينة وتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية. وكشف مصدر في المجلس المحلي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون أن السلطة المحلية في صنعاء قامت بتوريد مبلغ 1 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2017، إلا أن هناك عملية نهب واستنزاف للإيرادات المحصلة، ما أدى إلى الإضرار بأكثر من 3200 عامل وموظف في صندوق النظافة وتحسين المدينة. وأشار إلى أن الشوارع الرئيسية والفرعية غرقت خلال الأيام الماضية وسط كميات من النفايات والمخلفات جراء الإضراب الذي نفذه عمال النظافة. ليس في انفصال الشمال عن الجنوب مصلحة خليجية، بل مضار كثيرة، يعددها المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج ظافر العجمي في صحيفة العرب القطرية، وقال في جزء من المقال: بقاء الوحدة مصلحة يمنية خليجية لوقف التمدد الإيراني في حال الانكفاء وترك الشمال يواجه مصيره، كما أن الانفصال يعني حركة تنمية جنوبية بعضها على النفط بجهود لا تكابدها إلا الشركات الصينية والروسية، مما يعني جيرة غير مريحة ليس لمسقط فحسب بل للخليج كله، بل إن كهنة مشروع الانفصال قد اختفى في دخان مباخرهم أن هناك محافظات جنوبية كحضرموت لا تريد الانفصال بل إدارة محلية ضمن الكونفدرالية. والوحدة مهمة لكنها ليست مقدسة بالضرورة، فقد يكون الانفصال إيجابيا لتجاوز إهمال الحكومة اليمنية لأي حركة تنموية حقيقية بالجنوب،
فالنهوض القوي لعدن هو خطوة في تنظيم الفوضى المزمنة جنوب جزيرة العرب واستقرار الخليج، كما أن من صالح الخليج أن يكون هناك جهد مركز وممنهج للقضاء على تنظيم القاعدة هناك. ورغم عدم وجود دراسات وأبحاث تؤكد ذلك، إلا أن خليجيين كثر يعتبرون الجنوبيين هم الأقرب إلى قلوبهم، فيما يقول الجنوبيون الشيء نفسه، ربما بسبب حروب الستينيات بالشمال ونفوذ البعث بزمن علي صالح والحوثيين حاليا، مما يقرب عدن من مجلس التعاون ويقرب الخليجيين من بحر العرب. قد تكون قضية الانفصال في اليمن عادلة ومتوازنة، لكن وفق معايير دقيقة، فهل الوقت مناسب لها؟ أم جاء الانفصال لالتقاط غنيمة في غبار الحرب؟ وهل الانفصال مصلحة خليجية أم عامل اصطفافات وفرقة خليجية فيها الكثير من قصر النظر؟ ففي الغد ستجلس عدن بود إلى جانب أختها صنعاء، ليس تحت قبة الفيدرالية وإنما تحت سقف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية، وتنظران لدول الخليج شزرا إن كانت سببا للانفصال. الرئيس الأمريكي ترامب عزل مدير الـ FBI لعدم تأديته عمله بشكل جيد بحسب ما عنونت صحيفة الحياة، وقال قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: ببساطة شديدة لم يكن يؤدي عمله بشكل جيد. ورفض ترامب الإجابة عن مزيد من الأسئلة بشأن العزل الذي أثار صدمة في واشنطن، وأثارت إقالة كومي عاصفة سياسية في واشنطن، إذ كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في مزاعم التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي والتواطؤ مع حملة ترامب. وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض: من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون. في أحد أكثر أخبار هاف بوست غرابة ما جاء من مصر، حيث عنون الموقع: مصر تسجن متوفي 5 سنوات. وقال الموقع: عاقبت محكمة مصرية قياديا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين متوفي منذ 3 أشهر بالسجن المشدد 5 سنوات إثر إدانته باتهامات من بينها التحريض على العنف. ووفق مصدر قانوني قال خالد الكومي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية إن الدفاع أشار شفهيا في جلسة 5 أبريل الماضي إلى وفاة علي عمران دون تقديم شهادة وفاته يوم 27 من فبراير الماضي، ولم تصدر محكمة جنايات محافظة المنيا قرارا بسقوط الدعوى الجنائية عنه لعدم تقديم وثيقة الوفاة. يتابع الموقع: علي عمران نائب سابق في البرلمان، أخلت المحكمة ذاتها منذ عام سبيله لظروفه الصحية، حيث كان يعاني من مرض تليف الكبد. عن الحراسة الأكثر غموضاً في العالم، تقول شبكة البي بي سي إن ما يخشاه العاملون في حراسة المنشآت النووية في بريطانيا هو التحدث مع الناس الذين يقدمون استفساراتهم، فمن الصعب أن تتحدث إلى المواطنين عندما تكون مدججاً بالأسلحة. هكذا يقول ضباط في المنشآت النووية. وقال أحد الضباط: يستقي الكثيرون معلوماتهم عن الأسلحة النارية من الأفلام الأمريكية التي تعكس ثقافة أمريكية مختلفة تماما عن الثقافة البريطانية. وقال أحد الحراس: بعض الناس لا يعرفون ما الذي نفعله تحديدا، فنحن لا نقف على البوابات بالسلاح فحسب، بل هناك الكثير من المهام الأخرى التي نطلع بها، مثل الإشراف على نقل المواد النووية الذي يتطلب حرصا شديدا. ويؤكد جميع الضباط في التدريب أنهم يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونظرا لما تتطلبه الممتلكات النووية للدول من مستويات فائقة من الحماية، فعليهم أن يتوخوا الحذر واليقظة في مواجهة التهديدات الخطيرة المحتملة. ويضيف المتدرب: في النهاية لو وقع مكروه لن يكون أمامك إلا فرصة واحدة للنجاة. اختار المصور الفوتوغرافي الروسي دينيس كراسنوف زاوية مختلفة لالتقاط صوره التي تظهر نيويورك وهونغ كونغ من على رأس ناطحات السحاب في مغامرة محفوفة بالمخاطر والتشويق. صحيفة الإمارات اليوم نشرت الصور تحت عنوان: على بعد خطوة واحدة من الموت. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.